وسميه ومال وطلقالي ان تاريخ دي سوشريك هايدا دمدن عيل هايدا لغدر يلا ومال وطلقالي لوكب عيوب اخوانك بشدة خير ساحل جارهان ومال وطلقالي ان تاريخ دي سوشريك هايدا دمدن عيل هايدا لغدر يلا ومال وطلقالي لوكب عيوب أخوانك بالشدة خير ساحل جارهان كو كو دكان بربر كو دكان سلا دكتير وحوي وغنتي ومد وغلال هاي أنا عبد الشكور محمود حسن حلو بان نظر بلاها وكل ذو حعاو اللي قلت شوي حلو بان عبد الرحمن يوسف عرتن ماريا هامها حلو بان نظر بلاها الدين السوليين تهير قبل يهير دقمو قبل كساحل دلن يرضى أخرس كي قرالك ورشد بلشدة أرضيدة كامعة لها صحافة ويهان با انت ماموس كي يقدر انت نقام مدن إعاوة مدشا فردة وحكو سلام يا سلامة إسلامك السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بعد السلام سينو برامج كأفرانو وحا آيادها قرآن كريم كا إنو آخري دونا يسدوها وسارد الدين تي وقفت على جبل كساحل الشيخ محمد احمد وشو له شيخ بعد اعوذ بالله من الشيطان الرجيم الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان الا على ظالمين واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بأحسان إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا. بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتون إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. قال تعالى كنتم أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اتق الله حيث ما كنت. أولا السلام عليكم ورحمة الله تعالى منه وبركاته. اتأكد بولا ليال إله بما هذا سكله إن شاء الله تعالى وحن حفلتنا قال كورونا يا كلمتين بنين يدو وقت كوبين يا هاي إن مدح فربنا يفردو مرفوق رسول وحن هلقنا السلام يا مدح الشرف ترى ومهر قرن يهر قبل يهر دمو هو ريو وزيرك وزارة الدين تي وقافة دلك تمرية دو سومال لان شيخ علي العبد الله أحمد وزيرك وزارة دو حبرشة هي تعلمت سارة دلك تمرية دو سومال لان من سمتم عبد آدم ودوميها قولها الدقان كأنا تقع عاصمة دو قول كساحل مارياها هامها الشدالك كيتك سلبان سعيد سلا الدين تا مدحنا قميتك كله وسدو وياشا مارياشا اللي بان نظهر قران يهر دقمدا انت واحد لي امر لما السلام عليكم ورحمه الله وبركاته وحن ولا لي عاوي سكن من حفله دا قيمة بدن او كترجميسا وح قبط كميها قولها الدجانكا يا قوليس الدجانكا يا كدول دوسان عفوا حوكي دول دوسان سكن الا شهيد محمد علي وح قبط كمغضي كهنا قاضي قبل كان ساحل وحميال كان وحمال جلسي وانا وما هاد نقيا دول دوسي وح كلو جرتا ولا ليال وحن نهاي ضد مسلمين او واحد سواء انه قبلنا انه يتلاعب قصه المقاده انه الى انه عبس الهي كبر انه رهانتينا حفلتنا او قيمها يغفر ده قبل كساحل يا قار هاد دمود بربره وحفلات ادم وحنا وحوي حفلات ادم قيمه بدل هذه هذا يوم هسي هي يسدوه ان سيدا كور قبطان عاو مدشن بلعدة سن اي اينو فردينو او اينو كده هفرينو rugta kutubta ee degmada berbera oo dhismihiisa qayb wajigiisii koowaad si rasmi ah ugu furan yahay laga bilaabo caawa dhismahan aad aragtaan oo ka kooban hool iyo deyrka weyn
برحدة وين له وحكى الله إسلام مناسبة دنا نعاوه قلت لك قلني إن لقو شاعيه اسمها رسمي قاه او يالان دونه بربرة بابلك لايبريري ويدينا أتوارك كرتان إن رنتي اسمها يمرحلة ديه وصوم راي هيان كي ديراي الله صلى الله عليه سيدي لوغم مردالين لها سيدي مرون اي مقالي ده بربرة او يالان لهايد لايبريري جود او ايو مدو كودة فايدي ستو او نعاوة فرستي سيو تشوغنو waxaan ku soo dhaweynayaa afhayeenka gudiga berbera public library abd al-aziz ciisaalax oo inooga waramay diyaad u qiimo badan runtii dareenka arabay shacabka reer berbera u leedahay hayaan dheer oo loo soo maray in loo heeniyo sida ay u heli lahayd ay u heli lahaayeen kutubta magaalada ku dayacan iyo kuwii loo soo ururin lahaaba sida ay u heli lahaayeen meel madal lagu ururiyo lagu akhristo isla markaana bulshadu ay saqaafadeeda iyo wacyigeeda kor ugu qaado inay xarunta intaan leeg hesho maanta waa maalin farxadeed waa maalintii ugu horreysay ee public library Soomaaliland laga aasaaso waxa weeyaan markaa waa taariikh haddii aan in yar ku noqdo hawshan bilowgeedii iyo sidii ay ku aasaasantay waxyaabaha stimulationka iyo dareenka in loo baahan yahay xarun wax lagu akhristo dhaliyey waxaa kow ka ah soo bandhigidii bugaagtii faraha badnayd ee Readers Clubka Berbera ay aadka uga shaqeeyeen waxay ahayd maalintii buug lasoo bandhigay 28 February 2001 ay ku dhalatay bulshadii halkaa kasoo qayb gashay inay cid gaar ah u xil saarto guddi ka hawlgasha bal sidii meel loogu dooni lahaa alxamdulilah hawshaasi waxay soo socota waa waxay heshay garab iyo gaashaan waxaa hawshaa ka hawlgalay maayarka magaalada ahna duqa degmada berbera 2003-gii waxaa dhagax dhigay madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliland September ayay ahayd markuu dhagax dhigay maayarka ayaa bilaabay meesha aad aragtaan banaynteedii dad baa deganaa sidan umay qurux badnayn hawshaas maayarka iyo golihiisa deegaanka gaar ahaan arrimaha guddi hoosaadka arrimaha bulshada ayaa banaynteedii ka hawlgalay iyo guddida guddidan oo ka kooban shan xubnood guddidaas wuxuun bay ahayd hawsheedu inay dabagasho islamarkaana timelineka la maraya maanta aan marayno stagekii koowaad ama facekii koowaad inaan maanta furno u xafladayno wuxuu soo socday ilaa intaas stageka labaad iyo nagas faceka intaynaan u gudbin in halkan lasoo gaadho dad baa garab istaagay maskax ku darsaday maal ku darsaday hiil ku darsaday mahadnaq ayay leeyihin maanta mahadnaqa waxaa ugu horreeya maanta aan halkan ugu mahadnaqayaa runtiina aan jecelahay in aan aad iyo aad u booriyo maayarka magaalada cabdishakuur maxamuud xasan cabdishakuur edin markasta oo waxaan ku xasuusanaa intaan guddida ahayn intaan la hawlgelaynay kulamadaan ku gelaynay wuxuu ku dhiiran yahay in caqabad kasta oo hortaagan horumarka laga gudbi karo dhiiranaantaas waad ogtihiin dhibaatooyin badan baa badanaa iyo turunturooyin badan baa horumarka la hor dhigaa oo waxaa iska jira mar walba challenge ama wax layidhahda caqabado meesha banaynteedii dacaayado badan baa jiray guddidaa dhisanaysaa meheradaa laga dhisanayaa alxamdulilah waxaasoo dhan waxaa u babac dhigay lacagtii dadkaa lagu rarayay dhulbedelka loogu sameynayey bixiyey maayarka cabdicasiis ciid saalax oo runtii si ballaadhan inoogu faahfaahiyey xarunta berbera public library iyo maraaxilkii ay soo martay waxaan ku dari lahaa sidaa ka warqabtaan muddo 7 sano ah waxaa dalka ka socday Hargeysa International Book Fair ama bandhigga caalamiga ah ee bugaagta Hargeysa oo garwadeen ka ahaayeen Ridsey Cultural Foundation oo hormuud u yahay Dr. Jaamac Muuse Jaamac oo caawina la jooga Book Fair kaas markii muddo socday waxaa la bilaabay
إلا سمي يوم موفي لايبراري أما جديد بوغاتا أو أنت هرجيسون لغا قاضو لغو ريتشير دمانغو غلطة يدقموين كدالكا نسيبوناك بربرا واحا كاميدا هاي ماليه يوصوم راي جديد أسو وحا أي كفاي دينوحوها إندال يرتا بربرا أو هرمودو هاي نادقا أخرس كي بربرا ريد ديسكلاب وكبرا شو فكر أه إنه مقالة بربرية لطو حارون لغو كايديو بوغاكتا فكر كاسنا لصوب بندقاي لماذا يكون يكوبي طبانكي وحن حسوستا هبينكا وحن لصوب بندقاي بوغا بعد صع او قري احمد او جدي حفلة دا لفتي دا وحن لغاقادا واقاي إلا سمايو لونا هول غلو دادكي هبينكا فرديي runtii waxa kamid aha isla markaana aha gudoomiyaha naadiga ee berbera readers club xogayaha hadda ee fulinta dawladda hoose suhayb maxamed cali iyo ahmed abukur een usmaan haashi een isla habeenka markii go'aanka la qaatay waxa loo tagay maareeyahii hore ee degada berbera ahmed yusuf dirin waana shakhsiga lahaa fikirka halkan xaruntan in laga dhigo een library madame tahay xarun saylana oo ku haboon kuna dhaxtaala goob taariikhi ah ee runtii dadkii ku jiray si looga saaro waxa la qorsheeyay in bulshada contribution laga soo ururiyo si dadkii halka ku jiray looga saaro runtii fariisinka waxa loo saaray oo gudoominayay ismaan haashi iyo suhayb iyo odayaal kale runtii lacagtii lagaga saaray 40% kamida bulshada magaalada Berbera ayaan ka soo aroonay aad iyo aadna waan uga mahadnaqaynaa een hadinta aan ku yadaafo een taariikhdan waxaan jecelahay oo imka soo galay een marti culus oo inooga timi gobolka Togdheer gaar ahaan degmada Burco oo hoggaaminayo xildhibaan Cabdiraxmaan R iyo xubnaha naadiga halkaraan Readers Club ee magaalada Burco aynu si diirran u soo dhaweyno. Waa xildhibaankii buugtii ugu horreysay ku deeqay maktabadan caawayna. Barnaamijkeenu wuu inoo sii socon doonaa qiimaha dhalinyarada ay u leedahay xaruntani. waxaan jecelahay inaan erey ka siiyo oo ku soo dhaweeyo si inoogu sharxo qiimaha ay dhalinyartu u leedahay xarunta ay u leedahay dhalinyarta Shabcaan Cabdullaahi libreerigu muhiimadda uu leeyahay waxbarashada ama ardayda ha noqoto dugsiyada sare ama ha noqoto jaamacadda ardayda dugsiyada sare dhigata waxay u baahan yihiin inay tixraac sameeyaan aqoontii ku saabsan si ay u sii wadan karaan kor u qaadi karaan tayada isla markaana ay u kobcin karaan marka aqoonta ay u leeyihiin waxay baranayaan ardayda jaamacadaha dhigata runtii maadaama ay u baahan yihiin inay sameeyaan research fara badan waxay u baahan yihiin inay helaan goob ay ka heli karaan muxuu hayay materialiska ama tixraac ku saabsan culumta ay baranayaan sidaa daraaddeed maadaama maanta adduunyadu ay tartamayso maadaama adduunyadu ay kobcayso oo noqonayso xaafad qaliyaata waxaa loo baahan yahay sidii aqoonta adduunyada taala sidii loo heli lahaa taasina waxay ku xidhan tahay iyadoo buugaa ku qoran ama ha noqoto software ama ha noqoto waxa tusaale weyn adduunkiina in akhris ku fiican yahay aakhirana inu waxa khaliyaatay lagu fahmayo labadii dhinacba adduunyada akhribay tahay marka akhriska xadiraa isagoo ka warramayo marka muhiimadu leeyahay qoraalku ama akhrisku waxa uu ka wuxuu timaa marka maahmaansadiisi marka sirta nolosha uu lahaa marka qalinka wax suureeya kugu sima halka doonto saaxiib kal fura weeye sunto fura kuhayntiisa weligaha sii daynin taas waxaa tilmaamaysaa maadaama marka hore aan ahayn bulsho afka unka noolaa qoraal looxa oo aan ahayn maanta jirin taariikh laga qoro soomaalida inaynu maanta aynu uga tagno dadkeena marka taariikh qoraala haddaynu eegno adduunyada iyo akhriskeeda marka maanta suu yahay adduunyada carabta ku taala markaaba muslimiinta wadamada bariga dhexe ku yaala ayaa ugu badan wadamadaas waxaa la yeeyay researchkii ugu dambeeyey la sameeyey 2014kii boqol muxuu hayay marxa leeginta akhriyaan sanadkii waxay akhriyeen oo afrijaan celcelisaan sanadkii waxay akhriyeen afar beij afar gog bay akhriyaan marka qof kastoo carab ee adduunyada ku nool markii celcelisaan la eegay halka markii la eegay adduunyada kale markaa maraykanka oo kale su'aalaan la eegay
كوبية توان بوبخ يا قف كمرين كامركا كنول ودن كمرين كامركا فقول كيف اللي هي تضباطهم تد كمرين كوح آخر يا كوبية توان بوب معنيه ذو حويان أفرتي قف قف بعوحب آخر يسالتكي أفرتي قفنا صدق قف وكم ذو حآخر يا كوبية توان بوب أيو مثل صعب آخر يا وحا كلام نمر إنجليز كوكلة ريسيرش كي قد بيوح تلمعه يا سرفيون تاي سمي سمركا بقول سيديد بوغن وقريون قفك بريتش كاي سالتكي ما هي دي دي كوبان اي درامين دان يرادو هدبا سيدي بي ينا با هي دي دي او درامين حلبانا دي اي بلشيدو سو دورتاي غاران حلبانا دي قلها دي غانبا هون تي سيوين بي او درامين وحانا كوكا اه حلبان عبدالرساق عار او بوكتي يقوه ريسي اي لغو فرو حقتنا اي نعاوه تشوغنو ugu deeqay isagoo ka turjumaya sidii uu dareensan yahay ama ka xilibaan ahaan baahida akhriska loo qabo hadaba waxaan jecelahay xilibaanka inaan ku soo dhaweeyo xilibaan Cabdirasaaq qaar inaan ku soo dhaweeyo mikrofoonka si weyn aan u soo dhaweeyno soo dhaweeyo xilibaan Rahmaan Rahim golaha wasiirada xilaha nagala jooga مايرك الدقمية حل دبارة الدقمية مسؤولية سدوياشة بها الصحافة دليرية صاحبة هي رنح الكرام نادية دكالية تلقية في كتشوغة مدحنا قميتوها لما وحدك السلام والسلام 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 عليكم ورحمة الله وبركاته أعطى نبو فرح سنة هينا كسوة قبل الله مناسبة قرحنا بضولة حلقة اللي قتشر يا قيبتي هو اسمها الليبراليا بربريا لم دونتو الليبراليا ودلك من مهمت قارب إليهن قرن كنا مهمت قارب إليهن أنا من هو دريب ما هير بربريا هو دريب ميان حكومة تهم كي تترى دريب ميان قربتها بعد بقر كان برعاك صبحني إن كان أنا مكدر صوق لي waxay muujinaysaa qiimeynta iyo qadarinta aan u hayno waxbarashada iyo aqoonta iyo library-yada iyo karaamada dheeraadka aan u hayno berbera iyo maamulkeeda berbera waxaan wadadaal ka wada soo jeedo sababtoo ah kelmadda berbera magay dhahdaa meel uu way gaarisa تانا وحكم على بعض الحوية كلهم ديان كيم كتشوغا يما يركض وحيوتش هيستنى على حقبتك عندي حقبات سنة ولا سوى كسرة مركي عن مغلي تجمد بربرة وحنا نحن إلى بريري وبسمي سنة بلا باي وحنا دلنا بلا نقول لي إنه وحي بودا نجيك لنا بريري أنا هذا إنك استغربت من المغرب يا بني يا هين برع على ذيك الدرجة بعد من ذاك الدنتين بربرو حنا قلت لك مين موجود دويت أما أنا حير ساعتي وأنا قد حيا برع لما كنا بوك ولا براني كبرع دقلي أنت نبي صارنا بربرو أنا قد داخلي وحنا رأينا بربرو نايت هاي مال أربع كم مغنا مال وحقبات كم مغنا من أودي يا راهي نيجي وعقب سطه أودي وعقب سطه حول الله قبرنا وحرجينا إن شاء الله تعالى قلنا إيش هيك هيدا قلنا يا أما هرجسات أما برعات أما ما الكلام هذا إلا قد هيدا بربرة ولا بسم الله بريك أن قروح ده بدل له عوار كنا وكنا أنا من الصبح ما خايف برعه قولي كرا وكتشرا قولي كرا أيو كتشرا ودلنا يا رجال لا يخرس يا بقعة ما هو هيا waxaan dhacay dadku daan doono laana waxa kanimid ka qorax badan ama ku dhawdhow kulay naqsadan la soo dhacay kulay gaari meene mid ku dhawdhow inaan dhisano ayaan rajaynayna aad aad baan ku mahadnaqayna berbera waxaan ku codsanayna ee idinku ma soo gurmataan kulan hawsha kala hadii la kariyo aad baan ku mahadnaqayna asbuu keenkeena caawa xafladan qaaliga waxaan markii hore salaamaya madaxda heer qaran ee inala joogta wasiirka tacliinta iyo waxbarashada sare marwo samsam cabdi aadan wasiirka diinta iyo waqafta sheekh khaliil dhammaan madaxda heer qaran heer gobol heer degmo
وحكلن سود وين يعني آدي أبو سلام يا مرتدى الشرف تلي يعني ما تمي أنا تبدها أما قبل هذا كلن ما تمي آدي أبو مهد سنتيه وحنو ملين يا تاريخ اللايبريري إن بدن بلغش يكيني وعاو وح آدي آدي ناقط تفسيرين عبد الرسا مشيدة ديسا يعني هيسا يسد الله بلابه بس وحن شعل هاي وشدة غير ساحل يدل يردا إن عن كسلامو أمان إيرسي كلمة كسابسان محيطاي معناها الله وين يقدم بيا إن بلشدو لا يلاتو لايبراري أما أن يلاتو ربطة لغو كيديو بوقت إنتا عران إنتا وروحن آدي آدو جعلا إن كلمة وين والسلام شرف السيو مير كيغا دلنجرادا أخرو مركز جعل فيشن كدير مير عبد الشكور عاد بعد ما هتصنت هاي عبد الشكور حفلتين وأفكتنا صميسي ما هنا كيوه الرئي أنا قلنا ونكوب ببرتاقنا دان هاي برشدة سومالي لان وحان جعل هاي إنا رشيغو برشدة ري ساحل سبيشالي دلنجرادا مركا لغا حطلا يو لايبراري أملا لي هاي روكت بوغاكتو ما حمل انت لا تقولون بوقتي أي كوكاي بس بس إني راندي بقول نقطة معناها كتيرة يروح فائدة إنه كهلا إنه واحد شرطة نهر سومالي لنا ها واحد شرطة نهر سومالي لنا وبرد ويتو كبحي كام عندها رجسك تعالى خوب ليراها وحلو بس مني graduation ceremony في تلك يوغاندا كامبالا waxa jiray ninkaas wuxuu qoray thesis-kiisi ama warqadii lagu qalin jabinayay buug ha noqoto intay doontaa ha gaadhey waxa dhacday in markii uu dhameystay uu qalin jabiyay wixii uu qoray la falanqeyay oo guddi loo saaray in loo doortay thesis-kiisa wax la yiraahdo reference ama tixraac allo digo buugta buugta iyo rugaha buugta ee dalalka Afrika oo dhan waxay ahayd sharaf weyn oo u soo hooyay isaga iyo inta kale quraaga aba in loola horaysiyo aynu iskuna dayno inaynu soo dhigno insha Allah bismillaah kareem rugta buugta Soomaaliland oo dhan laga helo waayo waxay noo soo hooyay sharaf aad iyo aad u weyn marka waxa weeye ku dayashadu waa maxay marka uu doonayo ardayga jaamacadda ka baxaya inuu tixraac aad iyo aad bay mahadsan tahay aashi waayarnimada badan iyo aqoonta faraha badan ee ay inooga warantay waxaanu dareensanahay inay iskaashi xaruntani la sameyn karto dibadda oo guriyada dibadda la isku xiri karo si ay xaruntani u noqoto xarunta bagala in waxa sidaan harabaydu ku sheegay caawinana joogta maayir ku xigeenka magaalada Turku ee wadanka Finland ee runtii xildhibaanadaas oo intiina ka warqabtay dalka wax badan gelisay waxyaabaha ugu waaweyn ee lagu xusuustana kamid ah martiqaadkii ballaarnaa ay u fidisay guud ahaan bamaayirada dalka xildhibaanadaas rooda waxaan jecelahay inaan ereysiyo oo ku soo dhaweeyo mikrofoonka waxaan jecelahay inaan si diiran u soo dhaweeyno bismillaahir rahmaanir mudaryaan mudawayn وحن مركو وراك نكا سلاميا وسيرتا تعليمتا يو حفظ الشرة مدرسة سمسم وسيرك الدين تيو قافتا أما اللي بريك يقيمها الولاية هاي وسيرتا حق تعليمتنا أي حق الدين تنو دافيا وسيرك أنا وحن دوني عن نور السيافات أو حق هرمتك ودن سومال لنا عن كيرا حضور ذكر المدود وحن آدو قفر حسان هاي إن سومالان أي دلال كيدو مال بمال تبدأ كدن بيسا وآدو سيكا عيو الدون كان أي بال لحالة كقرية
وحمانتا كان قيمة آدم مدن ما يركا دقمدا بذبدا هل كاسو معلنتي ونوبي مدين بشي كوبية تمناد بشي تمناد دماد كيدي بوقشوين كي وتغي وكغهد لايه اما سبنال كي قادن ايين وقت والبا وقور كلايه ودون ايين وحكا اوغادو باهيدا اي قبطو قبل كساحل سيبا مقالدا بكري كاسو معلنتي ويري وكلاحظ لاي لابدالي قصدو وشاقيا سيستم كيسا يباهيديسا اسلام كينا وكذا ليه وضع شقين سي مجالا ان افضل طبعا كسنة كتير سنة وقعد صدي ان اي لا شقي وضع شقين سمين دونان اما وقعد صدي وضع شقين هل كاسو ما يركو وحيابو بدل ادوية دي ادنا ان قفكي ملكا هايستي ان لابريغا وين اتركو وادو قلبو بي سؤاله واناكسنا ويدي يو حقبتكي ويديستي ايا وحا موجسي ان مانتا او بشو ديسمبر ايت هاي سدحية لباطن انو مايركو ايقو مفتقاو فريتان كي لابريغا تاسو ضد بدل ايكو حايد وح خيالي اينا نسورتا قلين انسان اتكلمات كيسا دولد دحا يو دولد حوصوا انتا اسكا كاشدان اي سورتا قشو ووحي لهي لغم هاد نقو دادال كاسنا ودادال وموجيي مايركا مغالا دا بغبرا وحن هل كان دوني انا ان يركا شاغو مغالا دا تركو مايركو وصوب بوغي سنة كي لغدا كوني سدحي طبانكي واسلا سن سدحي طبانكي لا ومدحوينه وداق حديقاي قوبتن انو تشوغنو انو هادان هاي ودامداس غوكو ين عثمتك غالي وحوا لبا مدري قاطان إمي لابريريغا تركو مالنتي لأساسيي ومالنتا ودنكا غالي كون سغال بغل سغاشنكي لابريريغا دوين باشيريا وقتي غسال لأساسيي قولها ديغانك أيا أسيحيي ديب أيا ولا عضي وحا أي سورتان غشي لابدا كون برغي أن أكون قوليستي دورشالة قولها ديغانك إنا نكمد نقضو دادكي أسيحيي لابريريغا وينا تركو إيو مايركو صوب بغضي معناها waxay cadeynaysaa in 10 sano loo lagu sameeyay horumarka si maay loo dhisi lahayn library-ga weyn inaga oo ah dawlad yar oo soo kobcaysa oo dhaqaalaheena in ognahay oo yahay cashuurta wadanka laga qaadayo ayaa waxa suurta gashay in sanadkan sanadkiisi la dhagax dhigay in magaalada ay caawo joogno fulitaankii waxaanu imiday oo lagu imiday Finland inaan muujiyo horumarka Soomaaliland gaadhay waxay magaaladeedu diyaar u tahay inay waftiga weyn micnaha ay dadka ugu horeeya ee imanaya ee tababarka siinayo ee uu hawsha soo qabtay maayarku inay iman doonaan sanadka soo socda bilowgiisa kaasoo buugaag iyo qalab ay keenayaan jahliyadda ee Soomaaliland ee ku nool gobolka Turkuuna iyaguna diyaar bay u yihiin inay wixii dhaqaale iyo maalba ay qayb galiyaan oo ay soo magacaabaan waxaan halkan aniga iyo maayirka iyo shicibkii reer Finland aan ugu ansanay in hal shakhsi oo muujiyay intii uu nala joogay karti badan aad dadkiis weydiiyeen hawsha iyo sida wanaagsan uu ku qabanayay xiriirka wanaagsan ee aan ahayn degmo kaliya ee magaca Soomaalidan uu muujiyay waxaan halkan ka codsanayaa maayir Cabdi Shakuur ولكن يجب ان يكون هناك اشخاص 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 يجب ان يكون هناك sida wanaagsan u daacadda ugu yahay oo doonayna wax ugu qabto isla maanta markaan u sheegay maayirkiina inay suurto gashay in library-ga la furo ayaa waxaan aniga maayirkiinta aan soo baxayna uu iga codsaday inuu maayirka la gudoonsiiyo shahaado sharaf inta dawladda ay xukunka haysaa sababtoo ah ummadi waxay wax noqotaa marka iyagu wax noqdaan oo adduunkana wax la weydiistaa marka wax la yimaado markaan maanta ula tagna maayarkii
هاوشن أي فيليي وحي نوم وتشنيسا إنين وحوين قبصنا إنه أد برد ما تي بود ما هتسنتهين طل يدي بد بلا حنا ديارنا هاي إلى وحلاق بنا أد برد ما تسنتهين أد يا ضيوم ما هتسنتهاي ما يردوا وحكلنا هذا أد يقول ما هذعلينا إن هديدا قالقة أي ماير عبد الشكور ودون سيسي يدكوا كله ماير كا مجالد تركو إن وحا رنتي حرنتن لايبريريجا إيه سيدان هريدو كشاقي فكرة دي سائلة هايين لليردة أخرسكا رنتي ما هين مدكو كوبان لليرتا بالبري ناديق أخرسكا لكن وحلو داقي بودهانبا ناديق أخرسكا يدلك كتشرا نسيبوناك عاو وحا مرتينو أه dan yarada naadiye ka kala socda burco iyo boorame bar ila galbeed waxa ku soo dhawaynaya saaxiibkay ayaan leh oo ka socda naadiga adko readers club ee magaalada boorame ku soo dhawow ayaan leh marhan awalan assalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakat muhadibahi baala mutaysi waadada مارين ملكي ملك مدحنا وغالا محمد بن مسلم صلى الله عليه وسلم عليك ملك اعتمد بانفسنا عليه الصلاه والسلام احنا حاجه ما بقول حاجه ان هي متشرفته قيمها هي طايحه له ايوه الريان نوسي رضا معي رضا هي مسؤوليه قرايه سبوتشره سيجاره وحنلم حاجه ان هي دقمدا بربرا وبنتتي إلي بابلك لا بريدي أي كوكو نيستان قبل هذا السومالي لان أردن إلي فرطان وانا بمحد عليا ملكة كوكو دي ملكة بابا نوحا سيكار الملكة ستحابي بمحد عليا برافسر تاما موسو تاما أحنا قراء تاما موسو تاما وهمي قني همي لغنبا aan dhinta Soomaaliya nambar 1 galbeed isku xiray aan waxaan isku baranay aan dhintan aan goobtan aan caawi la caweynayo in aad iga akhriska barbara iyo saaxiibadeeda halkaan anigu saaxiibadeeda ma idhahay waxaan idhahay waa ehelkeedii ama waa talkeed waxaan aan tawdiyo ehel ku nahayna waa qalin iyo qoraal aan sidoo qoraalku aan inoo sheegay waa inuu isku gurtaan qabiilka وقفل بوي كسو جيدا ان طولي قبيل لكن هذا صومالي هاي سكرا نستي ما لايو سيدا هاي سكدين لي قال لي قرار هلو صاحيبه يوناك هدين هاي لها هذا حاجة كسو كدبه مرتبة مع موسى كبو حدا مداشا عاو وحاي نقندون تا مرخاتي عاو موچين يسا مستقبل كمان تا يسيدا او نقندون وحاي سبو جيدا مداح دبريتو iyo maarayaasha mushkilaad kasta oo la soo gudboonaayo bulshadooda hadduu dhahay ilaaha waxaan aad ugu mahadcelinayaa berbera maayirka berbera oo ah isla ehelkeyga ehel kuwii kala duwan yihiina ehelka akhriska iyo qoraalka tolka iyo ku jira marka la idhaaho waa tolkiin yow suldaana annaga waxaa noo suldaano jaa noo sasaxda ان خلو بس جايين كلا لها وهرمو تيا خس كي قرانك حددنا كلام السمال وبس كنوا عير ما كلا لها وبس كنوا هدنا يبان لها مكا ان هدول هلا وحن مر والبتع على هاي ان سجارة يوم هل عليا حد عن آر واسمه حن كلا قلا دا ايه الكيغة كم دا مي عب شكور واسمع قلا ايه الكا خس كي قرانك مكا هدول هلا هو هو بن كل حيا قلا دين سيدا كلا مر والبرح عن حصة عبدالله أخذ سكي قرار في يسو دان نبي وباسي لها هدول هاي لها هالكرام وغير كيلا وحقا وانت إعلان لها إن أنقف البرمع أو المدي عيسى كل واقع لكن نحنكو لها وقت قوي من قابل أولي مناسبة إما هي قايحة له ونحنكو لها أنا قصو حياني انت أصول كيلا متر وان دقل دقل مكو سعودة نادقة أكاديمية هرمان تعلمي عقلقة أنا أحب جميع كحين كأكاديمية هرمان تعلمي عقلقة
oo taagan akhriska qoraalka hidaha iyo dhaqanka suuban sida uu xafti lahayn ee waxaan aad ugu mahadnaqayaa bulshada Banbara oo isku timid inay maanta u gunto xidhaan aan himiladeedu u rumeeday ee waxa la yahay oo la faraxsanahay ee farxaddeeda waxaad ku dareemi kartiin intaasoo kiilomitir aan soo maray oo waxaan ku lahaa meelaha saddex iyo duhurnimo aan ka soo baxnay xarunta dhaqanka Hargeysa aniga jaamuuse jaamac iyo ibraahim cawaale iyo qoraa qoraayadeena aadka u qiimaha leh iyo xildhibaankeena nala socday waqtigaas awalkii hore marka la idhaaho berberi maxaad iman jirtay waxaan ka idhaahaa waxaan iman jiray batalaale iyo dabaashi iyo inaan soo arko maxaan ku lahaa boodheri xabaashiisi iyo waxaan ku lahaa meeshiisi uu ku moofada uu ku waxayn jiray laakiin maanta waxaan ku darayaa inaan u imanayo inaan wax ku soo akhristo maadaama uu inoo qoray boodheri aashaqiisi iyo xaaladiisi boogagti uu inoo qoray qoraaweyn ee qiimaha leh insha allah xaggana oo lagu soo bandhigay markaa berbera saddex bay isku heshay waa bad talaale oo cagaha lasoo geliyo ilaa madaxa maxaan ku dhahaa cilmi boodheri oo goobihiisiio dhan la soo arko cilmi boodheri buugiisiio lagu akhrisan doona haddii la idhaaha komiso insha allah asalaamu calaykum waraxmatullahi tacala wabarakaatu weli waxay noo sii socdaa barnaamijkeennii weli waxaynu ku jirnaa baadi akhriska iyo qoraalka xarunta waxaa kaloo ka mid ah daneeyayaasha xarunta waxaa ka mid ah ururka qoraaga ee somaliland oo runtii ka mid ah ururada halbowlaha u ah ama xoojiya akhriska iyo qoraalka caawa waxaa martiinoo ah yaan odhan martiye ka mid ah daneeyayaasha goobtan caawa aynu joogno ka mid ah dadkii fikir iyo talo wa ku darsaday qoraageena weyn axmed ibraahim cawaale waa qoraaga buugga qaylodhaan deegaan waa guddoomiyaha hay-adda kandhalayd ku soo dhawow axmed ibraahim cawaale bismi illahi raxmaan raxiim asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu marka ugu horeysa mas-uuliyiinta qaran mudanta kale ururada akhriska meelaha kale degsan ka yimi iyo ururka akhriska ee berbera saxaafadda reer berbera dhammaantiin salaanta islaamka aynu ku salaamay asalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu xaqiiqatan Hargeysa ayaanu galabta kasoo dhaqaaqnay waxaanan u nimi inaanu farxaddan idinla qaybsanno farxaddeennan ah maktabadii ugu horreysay ee publica ee dalka ka hana qaada muddo waa tiir ilbaxnimo xaqiiqatanna ilbaxnimada xaggan xagga xeebaha loo soo eegi jiray maanta markhaati bay ka tahay ilbaxnimadii berbera kaftana hayga ahaatee waxaanu ku dhowaanaa anugu waa maqlaysayn beriya dhaweytee halkan iminka maktabadda laga furaayo inaanu mid albaabada u xidhi gaadhnay xaqiiqatanse firfircoonayaal ay ka mid yihiin wasiiradda waxbarashada iyo dad kale iyo bahda akhriska ayaa u gurmaday marka waxa weeye xaqiiqatan waa tiir ilbaxnimoan leenahay weeye markaa xaqiiqatan inaan halkaa kasii wadno himilada iyo visionka halkaa ka muuqda iyo dhismaha halkaa ka muuqda inaynu halkaa gaadhsiino waxa kaloo ay halkan aan ka sheegayaa ballanqaad mahe waxa weeye contribution ama ka qaybgal hay-addan ka shaqeeya ee ma garanaysa ama guddoomiya ma kandalight $500 oon caawa jeebkayga ku jido oon ku wareejinayo guddida ku wareejinaya caawa taasi waa mid weeye waxaan taa u samaynayaa ma garanaysaa marka hore inay dhiirigelo noqoto reer berbera ciddii dabadda ka timi inay inkastoo reer berbera ahay qudhaydo ma garanaysaa aynu ka wada qayb qaadano
waxaan kale shakhsi ahaan aan ku deeqayaa tiro buugaaga oo tiradu dhantay 17 buug ayaan isla caawa ku wareejinayaa maktabadda. Waxaan kaloo halkan ka sheegayaa iyadana xidhiidho aanu samaynay dhowaan oo aanu la samaynay urur maraykana oo magaranaysa maaragtay shukran xagga maktabadaha caawiya. Marka waxaa laga yaabaa bishan soo socota bilowgeeda inuu noo yimaado container bugaagi. Containerkaasina wuxuu soo socdaa naadiga waxaan jeedaa magaranaysa public library-ga berbera. Halkaa waxaan doonaynaa inaynu maaragtay dardar gelino, aynu dedejino, ma garanaysaa dhismaha aynu doonayno. Aad iyo aad baan ugu mahadnaqayaa Axmed Ibraahim Cawaale. Deeqda uu ku deeqay ee isugu jirta lacagta iyo buugtada waxaan jecelahay inuu ka gudoomiyo gudoomiyaha guddiga ee runta kutubta Cismaan Xaashi. Islaanka bacdi anigoo ku hadlaya magaca hay-adda wadaniga iyo fenco waxaan leeyahay public library-ga waxaanu kala soo bilownay runtii meel hoose intaa uu socday ama la waday dadaalkiisaba qayb baanu ka ahayn. Maantana waxaan jecellahay inaanu intii tamarteeda ah ku contribute garayno dadaalka socda ee ay hormuudka u yihiin golaha deegaanka iyo guddida qabanqaabada ee barnaamijkan gacanta ku haya. Iyo fanka ahaan anigu caawa 3 shaar baan isticmaali doonaa contributionka marka laga hadlayo. Waan isticmaali doonaa ka hay-adda wadaniga ee aan caawa halkan u taaganahay magacayga iyo magaca kambaniga hal shibin oo aan ahay gudoomiyahoodii. Waxaan hay-adda wadaniga iyo fanku ay ku contribute garaynaysaa library-gan $1,000. Sidoo kale shakhsi ahaan waxaan ku contribute garaynayaa barnaamijkan socda $200. Hal shibin oo ah kambani ka shaqeeya adeega dekedaha iyo arrimaha dhoofinta iyo maraakiibta wuxuu ku contribute garayn doonaa barnaamijkan $600. Waxaan leeyahay dhammaanteen aan ka wada qayb qaadano in da'yarteennu ay yeelato saldhig ay wax ku akhrido. Aad iyo aad ayuu mahadsanyahay xildhibaanku. Runtii dad badan baa jecel caawa inay halkan kaga dhawaaqaan contributionkooda, laakiin waqtiga oo inagu kooban aawadeed waxaan jecellahay inay ku soo hagaajiyaan contributionkooda akoonnada halkaa inooga muuqda xisaabaha uga furan bangiyada Somaliland iyo nambarka saadaba, ama ay la soo xiriiraan guddiga ama mayirkaba. Barnaamijkeenii baynu weli ku guda jirnaa. Ururka qoraaga Somaliland waxaa laga aasaasay waddanka Sweden. Runtii caawa waxaa martiin oga ah oo Sweden ka yimid qoraaga weyn ee reer Somaliland Maxamed Xirsi Guuleed oo qoray buug tiro badan. Runtii buuggii ugu xiisaha badnaa ee la qoro dhowaanahana habeen hore lagu daafuray xarunta dhaqanka ee Hargeysa. Buuggaasi oo inaga si gaar ah ina xuseeya waa cilmi boodheri buugga laga qoray. Waxaan ku soo dhoweynayaa Maxamed Xirsi Guuleed si weyn haloo soo dhoweeyo. Naadiga akhriskana wuxuu ka codsanayaa oo aan jecelahay caawa goobtan inooga ballanqaado qoraagu inuu buugga ku soo bandhigo magaalada Berbera iyo xarunta. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين صلى الله على نبينا وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين. مرك قول رئيس إله بما هذا سبحانه وتعالى مرك حيقة وحسلام يا دمان دات كان لنك سواق يبقى لنقوه الرئيان شعب كبير بربرة إيا دفن كسو شقي حفلة دم الكرامة دي شرف دم دم رمتي هذا الليلة هذا المهرين وحانو نادي أدول فرح سنة هاي إرجلي دا إرجع شيء مظل
وحلقوا أخرسته وعلى مدى البحر مدى أي حد عرضه أدبان المارتة أرجينا يعني قبل ذكر أنا كنت إذا أولي بربرة أي نعرقني يضو مكتبة قولي هاري كولي مكتبة بلاني أي مستقبل حكمي أعلان وسأيو الكير المغضو أنا شخصيا وحن كيمي ودن كي سويدن قريال بدنا وقرياش رأي سومالي لاني يكون سومالي يقريال كرا أدوكا ووسكو حرم نحي وحن سكو دي دونا إن شاء الله إن أنت كران كي يقع كسوها قبل تروح وحلا أخرسته قبطن يضع وحن أكون بلاد دونا إن شاء الله إن أنا كوي يقول الله طوان حبو كم إذا ومات عن السيدنو جاء موسى جاء على شيء دونا يعني هاك المكان ما رتيا يعني إذن كنتك له وكتش ربو قاس البوردري عاش غيسي إن شاء الله ومكا بربرا آد وحر بابي وصوحر القاضي وما سنتين وانا ما رتيا هنتي عدي أدوان فرح سناي وجزاكم الله خير وارك هروحا أدوكم مهام نقيا دوبيها قولها الديغانكا وحن سلام يا وزيرك الوزارة وحبر الشدة يا وزيرك الدينتي أوقافته اللي وانا ذا كلها الديغانك يا كلها برلمانك يا مجتمع النمان هير بالبرولة وي أدو فربانتي يا أخي استياشة برعو يا ناديينا ناديينا برعو يا بورنا يا فرح بضلنا مركا runtii maktabadan aad iyo aad baan ugu faraxsanahay waxa noqon doona runtii dadka wax ku akhrista markan magaalada imi ee barbaro soo guuray waxaan garanayaa barbaro wax aad iyo aad ugu warwari jiray aan maktabad lahayn laakiin maanta alxamdulillaah mar hadda maktabad yeelatay saaxiib baan noqon doonaa waxna waan ku akhrisan doonaa reer barbarana waxa leeyahay akhrisku runtii أهميد ويمبول لي هاي علم غيا قنطة أن كفى هذه السنة قد إذا أساس كا أساس تي مكتبة كشغيل يسي مدة دير ورنتي وكم إذا مركي لا أساسي إنتي بندين مي حسوسا نينا نادو صاحي هاي ويسوغو كم إذا دنتي إدريس حسين عبد الله نحرسي كنا الله سيو وانكو حسوس تايي قلفتو ده runtii waxaan rajaynayaa reer barbare inaynu ka faa'iidi doono maktabadda iyo akhriskeeda waxaan ku soo waranayaa maxamuud badhagtay saaro oo wuxuu yihi inay ballan qaadaysaa ku dar marka ma badinayo anigu da shaqaalaanahay runtii marka lacagtan bixin doonaa insha allah shakhsiyan markay noqoto waa $500 baan bixinayaa xagga naftayda iyo mushaharkayga waxaan dhalinyarta laakiin ugu bushaaraynayaa hadiyad weyn oo qaalaya iyo laabreerigaba taana uu idin guddoonsiinayo madaxweynaha jamhuuriyadda somaliland mudane axmed maxamed maxamuud oo ka bixi doonta qasnada hawaha kaydka shidaalka lacag $500 waa taana insha allah taasina waa hadiyadi madaxweynaha jamhuuriyadda somaliland insha allah laabreeriga aad iyo aad ayuu mahadsan yahay maareeyaha kaydka haamaha shidaalka ee magaalada berbera runtiina ka mid ahaa saaxiibadii naadiga akhriska ee berbera readers club waxa kale oo xusuus mudan inuu ka mid yahay shakhsiyaadkan dadkii ka qayb qaatay camirista maktabadda wuxuuna keenay runtii wixii ugu qiimaha badnaa ee la dhigi lahaa oo ah kutub ka kooban qur-aanka kariimka ah axaadiis oo maktabadiisa qayb ka mid ah uu ugu deeqay in naadiga la dhigo taana aad iyo aad baan umahadnaqayaa waxaan ku soo dhoweynayaa guddoomiyaha golaha deegaanka duqa degmada berbera oo runtii madashan caawa aynu fadhino ee quruuxda badan dhismahan uu ka dhisan yahay aana cidugu imanin dowladda hoose oo hormuudka u yahay golihiisa deegaanka oo ay fadhiyaan dhammaan mas-uuliyiintii dowladda hoose xogeyihii agaasimiyaashii kala duwanaa qabanqaabadii xafladda oo runtii howlwadanada dowladda hoose ay ka geysteen taani la meelaawaan ah la-aantoodna aanay sidan caawo madasha u qurux badnaateen waxaan ku soo dhoweynayaa maayirka suukamadiisa halka lagu ilaahay
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مركو ليلة هبا مهلا مركو لباد وحنا بقفر حسنا هاي مدشنا عاوة ومالين ما يحضر البدر عميق عاوني بقفر هاي سببتها دي امانتا دلو قبا دي واللومسا لكن وحنو شيري انت على اللغفة يديستو قف مركو الله سبحانه وتعالى ولي أتي دل إلهي وحقبته إلهي بابرك وراك على النقضة مركة تمنى بناء لم كهر عليك النقضة وحرمت هالك نادي أدوان هذا إلهي وانت على هاي إلى نقوه رسيو وزيرة دواح برشبة هي بربارين تعلمت سارة وحرمت أنا بدل ما هرو الشيء يمكن أقول لنا إنه وآه وزارة الوزراء سي جمهورية الصومالية الآن ما مدات تجنب سامسا سي هذيك بشرة وقعت في سوق إذا بشرة وكيل كوعا وآه كل هذا الآن كير الصوت أفتي إن متشعل وقت بدلنا اللهم يا عوا وأي وقت كوي فرحسين ما دش كوي فرحسين تاعي بربرو فرحسين تاعي هل كان وحلا يغلالي أو لقد اردت ان 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 وزارة دو وزارة لا ترتمي سير قبل بقبل لا ترتمي دعامة دعامة لا ترتمي أيوم بكم تهاي وانت علينا بشيء إذا أنا وش وهم إن أنا كان يهين كي كورادة نبالة جاية وحصوص على ذي عبله لبعض كل شيء يتوبان كي إن شاء الله كل هديان كي تقول بالبلاي ورمر كي تدخل دور سيديان أيوم ما انت على هاي حتى أنكو صون نهضة مدشان انفرينو يا بيا هاترونتي مركي مدحونا جمهورية الصومالية الآن ولدك حديقي حرارو ايغو وحان تاقنين دي كابا دياما تالا دياما كتالا حقا لول بيلير اسمها الآن قولو ثبتا لول بني اكا تالا دي توفين وطاريخا ايان هوس دينا دقاها وحكرو يالي قولو باكا مرضي يدير دير كوبن عاونا وين أركينا وحن إلهي سبحانه وتعالى كبرينا إنه قريقا قرصة بدل الله بركينا يا الله إلهي وزارة وحبرشد وكلها وغلق تي العاتي وقوة الرئيسي الوغلس لها إما كان هالكا لغاقية بوحي إكوة إنا داون إيا كوة ساحل ومكان إياقنا إيا كوة صدري دونان سنة كلابدا كل شيء يتبقى رجينينا إن أنا لسه بلوده هلاين أنا دافين وحن شعب يجي يدك كي يجيبوا وش يجي يا وح كستوك قابتا إن أنا وجوك سنين عبا وحصل بهم ويدي بلوده هاسل بالمنة بالبلاء إن كور مرنسو ودوين كفرها بلال أليس دونتو إن كل تشو سيدو وحركاتو نقولها بابل غير بدل غاني يا غلالا وحرمتي أدوه فرحسنا هاي قراياشا هلقن فريا وطاع موسى تامع وكوكي هاي ورمتي أنوان وحيارها أكو أمانا يو ديغ بدكر وانوان وان دونا براتوه كتاريه لكن أكو أمانا يو دير رجالين تأمر والبقرب تاقيا هاي سيدو هنقاضو نقولها أبو اللي بدلقا إبربرا waye nin baa laga hayaa hadaan wax ku tari waayo nin baa sagoon kara dheefni ayuu xiri hadaan wax ku tari waayo masaajidadan go'a ku dhigan doona iyo taawan doona ugu soo rida baa doona masaajidadan kasoo yeeyay doona oo kaga soo rido qoraan marka qaraanka Yurub ka doono iyo meesh kasta oo ku dhawaaqo insha Allah waxa rajaynaynaa in laga doonto guul u soo yeeyto gobolka saaxil oo dhiirigelintii aan taamusan taa ka helay ay tahay gundiga halka ay maanta marineyno iyo sawirka qulha badan ka yaalaba insha Allah taala waxaan jeclahay
ولا عارف حد يجي بعثها ولا كذا يعني بربرة إن الكسوة قلنا هذا مر لبعض يا مصر بحاد أم والبتشي والقبر كساحل ولا شيء وأنت على كنا كم حصو لبعض أم وقف الفرعون أم هنقول هذا كلام يربط عليه ويسوي سعبر بري وهاكبتين ولا يجي هاي وهاكبتهم تانا ولا رتين يا عدك استوى قبر كساحل المكان مديري مديرين بوا حلال هاي horumar beelo dhagaagnay aanu dheeri gelin iskarabtaagno cid kasto wax qabanaysa qof kasto binaanin qaraga uu yeelanayo laakiin cid kasto wax qabanaysa aanu ku dheerino mar labaad iyo mar saddexaad waxay degmada barbare iyo golaha deegaanka ku diyaar u yihiin inay horumarka degmada ka shaqeeyaan cid kasto wax qabanaysa ku soo dhaweeyaan hadaan iyo mudow cid kasto wax noo sitaba aanu ka qaadano waxaan ku soo koobayaa waxaan ku soo gunaanadayaa أنا واحد كنت داري ترون أنا مفتاح ولا قنوا وسيدا قلها يبغون كل شيء جيم أنا ولا بكل قول منه وأنا قول منه وأنا كنت أعرف ما بقول إيش دكانك وأنا وش أنا كرسي كل ما كف أكو فدي يا كم بيلا بعثك هلا ما ما ولا فرسان يعني كفدي إن لو كره مستعجو أو لو أو ثلا ده لو كله وداعو أو وحلاك كبتون على الشقيه ما ها ندعو عبد الشكور سكلا يا مانتن قولها ديان كده مينة بربرا سكلا إيجا رالي كان نغضي إيجا سكلا تاقي إيجا كرسي انكول الله اللمين خبال وحا هادي كرسي قلو صوت دونتو إنه قالا هما دلوا ديسان دونو كرسي تعايل إنه قف كسيها استو لكن أنا ببوان كده وانا هاي هادي قولاه نغو قرام وايو حان ديار وانا هاي إنه نكده قولا عيد كستو ورمال كرتانا أنا كسو دي وانو السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وهنعاود تقولنا مدن آدم قيمة بدن أرونتي أينو كفر حسن هاي فروتانكا المكتبة دا ملاي بريريغا ملاي بربراء ببليكا أمبا قود عامكا رونتي سيدي إنا كي يغهر ري يغهر ري كو بلاوي إنا إنو هاي أمت دي أخرسكا أمتو إقرأ كتاب كينا قرآن كي منزل كا إلهي سبحانه وتعالى وحنوي محمد كتوبة شيء كلمة اقرأ باسم ربك الذي خلق حضرين مثلا قيمها وليه أخرجك مركز إلهي وحي كل علمية واتلو ما أوحينا إليك واتلو ما أوحينا إليك من كتاب ربك أي إلهي لي اقرأ وليه وحقول دارنا يا نون والقلم وما يسطرون هل كان حكم مغطى ومدى waxa ay ku bilaabayaa inay tahay ummad hormarkeedu iyo diinteedu iyo dadnimadeedu ku islaaxayo in waxna quraan waxna akhriyaan sidana qofku markuu akhriyo akhris bilaabo waxa ku baraaruga ama tabar ku qaata maskaxdiisa khayaalaadkiisa kitaabka soo akhriyo oo quraanku u horeeyo oo dakhil la farayo ah walaa subhanahu wa ta'ala hatta ajarka ku jira akhriska ما هو كليا إن دو رسول صلى الله عليه وسلم سو شيء لا أقول لكم ألف حرف ألف لا ميم حرف ولكن ألف حرف ولا من حرف وما من وميم من حرف حتى الماما يا سيدا اللي يقول دي رجل إنه يروح أخر سنة كتاب القرآن كبلية اللي أخر سكيس وهذا حكي الإنسان كلمة لها صدح لا ألف لا ميم إلى هاي سبحانه وتعالى معني سوقي هايون لكن عجاز القرآن كون كمدا نبي وحنا ما ها ألف لام مين حرف كلمة لكن ألف نوع حرف لام نوع حرف مين نوع حرف مين كسمة تكون حسنة كيرس تكون حسنة كيرس وحكوك بعيا مسك حدينا وحكوك رأينا دمان أقوياء تلقين شو عيد كسلة إيد أقوين تها وحلو هاي تعلين تين نهورة يا أردين نهورة مركز كل ذا جليان وحلو يحتمش القرآن بلقوه يحتمش أرضي واردو كقرآن بذي هاي أيو كم مسكح من السنة كنا يعني محو هاي إن هالأبور كي سديت هاي حفظات دي سديت هاي وكبت سنجر وما خاتمة دون صمع وحتى أصوت هاي وقرآن كانوا أخرى أيو يم مسكح من كل إليي أخر سي قرآن كل إليي وحنا مرخاترون تيكا إن قرآن الله فراب بغنية قرآن الله فراب بغنية كنتوغا يعني أورك قرآن سومالا
تامة أيو أحمد أيو محمد أيو رجاي مكلت المامي قيمها بدل يقار خلينا قرصان شوين به قرا وح قرا مسكح يدو ويكم مسكح بدل يا ضدك محاكل هذا كلا ويا واحد تر واحد ليليا مسلسكا أو مع مرقية ذا مسكح ولا مرقية مسكح ولا لو ذا هنا وح لقولي يا وآخرس يقرا يلقولي ليه وحكى ورئيس العالم الإسلام العالم الإسلامي وحكوك قاري هير كمانتا قاري إسلام عالم كوردن أفكار تيسي ينالوشي سيبا وكوفي ديي واحد إنو علمي قيمي علمي قريقة نا إنو ترجمي علمي قريقة أي لحايا ولو ترجمي لما تنمر كنت أمرا وبدلي علمي يعني حضار لو إسلامكو وحويمي أما دين تينو إني مرشع وحكى صهور مرنا يابا أكغيب قاعاته سيدي الله يريد أما رسول بورها إنما بعته لأتمم مكارم الأخلاق وحال ليس فقر يحكى لما هاي الأخلاق ده يدق منه لأكسن كوقوه لأكسن أنا رميسترو ولخداق النقوه الرئيو تشري ولا رميستر أصحابت رميسترتي تابعينت رميسترتي ولا ترجم له يعني مارت أفكارته دي علم يقولون إحنا ضيفتها فالسنفة خلدا وإلهي يحكى كشيقين أولا طورة ولا قصر ماشي تسح هاي المبالغور يا بي يتوحيدك إلهي خالص كاها حتى إلا أمك وحش علم البدن وإمتى لقى تعالى الإسلامي هدا يا لما اكتبها أبدون كروه الرأي تشرمل كويا الفرنسيس كويا الإنجليز كويا ويقرسوهم سلمين تواي تغان ويسوا دعوة عدان ويسوا صورتان قفك رسير تركا محان كورا داي علم بارس كتشرة والله أقول هذا مكل لو قادة إنو تامعات كسعوده أو مير رسمية كسعوده دكتور الله أقول هذا كتب مانتا إنه قمقن ومكتبة عالم الإسلامي أنا أولين وكمتة مثلا ده ابن تيمية وحلية تفسير صد تسع أيو لي لقمه له عالم الإسلامي وحلو دونتر برلين أي الله دونتر وشرم الكتابة مكتبة الكتابة الله أي إيه وي حفظان ورنو ما ينوح الوى الدين ودين إسلامك ودين تخلدات ورنو ما ين يقول رمسين دينتين هذا ما يحقون العلم كد دوغيه هي أقوال كد دوغان تبوغيهم تبعتنا وي دوريان وي حفظيان مكسين نبقى أبعان نكسو قادلنا حرتين يا مانت مكتبة داسين وبلعبانتي أينو فرانتي ina in wax badan ka faa'iidoono horumarka dhalinyarada ay u higsanayno ay ugu hoggaaminay madaxweynaha qaranka Soomaaliland Axmed Maxamed Siilay waxaan leenahay runtii ka gudooma oo maanta hal dalka laga helo jiil yar yar oo wax akhriya waxna qoreya sidii hal abuurkii raadigaysanayay ee gabeeda qiimaha badan halka ka soo jeediyay odayaasha qoraaga qoraayaasha ana ay weheli doonaan insha Allah ta'ala waxa ugu dambeyntii إن الله يقبل يا مكتوب دارين إن أقتم بيد مارتي إن هو الرجشة أو قيمة يلاتا إن مرجي كتربيش السويديني أنا كله أنا قبض سدا تمام سدا سلامان بق وحمشان كانوا قاضون وشان بقول بانك بحين دونا شان بقول له وزارة أنا كده بعبار دونا إن شاء الله تعالى كم كان أقول لكم قدوة تبين تعالى وأنا ما سنتي جزاكم الله خير والسلام عليكم حوين إله من أم هذا قينا إله عاو هذا كارون كابروح تبدن يعني نك تاجي إنه library الهان هيد إم بربري سكوني من عاوة وفرحت وين من إله يقوم هذا منه وحويا بروكت كتبته وحويا وحيوفي عندها حيا ببضنا أي كبرتان بجرت لليرد وح آخر ساتا بروكت كتبته فريستا حيا ببضنا بكبرتان وحي كبرتان ويكون صاحبان وقارب ضخ بليه نبوقت آخر يعني نوعك أي سكوي ديستان سكورها waxa ku bartaan aamuska iyo ixtiraamka inuu wad aragtay noo inuu yara qaylo dheernahay laakiin samku ar inuu caadiisto ama qofka dhalinyaradu caadiisto inuu had iyo jeer library ga isticmaalo hadalkiisu uu degan yahay waay aamus badan baa looga baahan yahay library ga waxa kale oo caadiistaan balwada badan bay ka goysaa waxa weeyaan balwadihii uu lahaa wuxuu ku bedelayaa wax akhris halkuu uga hiloobi lahaa sigaar ama qaad wuxuu hiloobayaa buug uu bartanka marayay oo inay ka dhiman tahay inuu sida u dhammayn lahaa library-ga u tago marka waxyaabo badan waxay naxariis badan iyo ixtiraam badan baa laga bartaa library-ga dadka laasimeyna wax akhristaan way ka duwan yihiin dadka kale oo ilaahay baabada yiri iqra nabigeenna calayhi salaatu wasalaam kul markaatii bay had iyo jeer waxay deganaanshay siisaa qofka ixtiraam bay siisaa sanqadhu yareeyaa waxyaabo badan oo inaan imika dareemayn ayay kusoo kordhinaysaa runtii oo qofka caafimaadkiisa iyo dadnimadiisaba wax ka qabanaysaa waxa weeyaan sanadkii hore anagu library-ga waxaanu ka hargeysaa
بقول كنا دولار بعد نقود أرهي كعمود وأح جامعة عمود إذا ستوي مكتبة طيلة بعد السعر سجلنا بقول كنا بعد نقود أرهي وحويين جامعة ذها بربري لفتي إذا سنة كهرو حبوا شرتي هول إن الستان وأفرتوا كنا دولار حبوا شرتي وحويين هذه يصير وسعر تحبر شدو وحيمك وعرت شيء إن لا ذا أك على فوري والله إمك لا بلعبي أكاديمية علمية فانك يسوعانته ودقنك يسوعانته عوين وحياه بدن وبوجرت هذا يرد قريشو هدو أيالنا يان مير أي ولد تكان والله قيمه وبوجي لو دليل حتى وحياه هقار لقى ريبو أما أي بوجرت تكو كلا في نادان مكلا آخرين أيهو قار لقي يفسدو قار لقو ديفي كلي إن بوجرت القرآن إن أي نقانسة دقنك يبديب لي وسؤلني يا ووح واتبه ومتهداري دقنك يجا صارنا علينا أمدني مدي ذي بشرتو كاتعرفتي وسألت أحبر شذا ويكلكو أنت حد إني دقنك يجا سؤل السو وحن آدي آدي قفر حسن هاي لأن يرد هالكران يغنى ذيك آخر استياش البربلة يجامع موسى جامع وأستان وأح إنه لأن يرد قرال كيجا يوح قرك يدقنك يلي أفصام عليك ويحوجيو وهذا يصير أنت تيجي كرب حدا أنت قصور نغنيا أي تهيوح وين وذاك السقيمان وقيمان يو حويين يغنى رنتي آدبان وسلامية حويين أحمد إبراهيم عوالة أو اسم رنتي آدي آد قرائي قرالة بضان أو دحال قال سميين إن عرطان أذو داد مهيم أو رنتي آد عرقتو إني أسو جيدان لقنكا وإنو باهان إني نكف عيدي سنو إيا تشوف أون لاي حي وحندونينا إني نقعم هاسقف سنو إنو هورت اللايبرير غان إستاغو ونقضا مد وحا عاو وشارك كلون إذين ودا وحويين وسيركي إن مالية دموية نائما وفرين إيه سوفري إنو مدحوينو هكو يدي كتر لبعتم كنو دولار وقلع سيأي بقولك كنو برسمان سيديتم كن كنو وسارة دمركو هراء أي أوقان دايسي يلبعتم كنو مدحويني وسيركي مالية دو سلسو عفكرتين إن عاو هالكن لغاقات واقو يدنا لخص الله بحين دونو وإلهي مهدي فكارونتي أنا قوحنا ديارونا هدان إنهي وسارة وحبر شدا إنان لايبريريكا إيه مايركا في الفرعون يقولها تيجان كو قد قد أنو أن أمانا يو إن بربرهنتي وحبر شدا آد بي وحنا وقضا قبتان آد باني اللي فضل منطقة وحوقا قبتين بربرا فكارونتي أنا قو آد إيه آد بانو أمانا قولا دا بربرا وأي وحنا أركا إيه إسبدلكا كان أي وحو إن ما مدادي جنتي وحي كو بلان قادرين أفرتن كونو دولار كو داران وحي مرة يعني إلا تدواتن كون بي مرة يعني وحوية واحد أركيسة إنا هور مركة نسو جيدان وحالا إلهي هيدكو قرب قلو وبربروا ماشي ندون إني دبي لا ترتن تأي إلهي هيدن قرسيين يساو قسي تدالوين قوتنا وحالا يهي عاو فرحاد إلهي سيداها إنا قوتنا لايبرير قام عنها بين كتبين سكون بعدها أحادا ميدا إنا فرع إنا وردا ماضي ووحلقوا أخصان إلهي وكوهو ليرتا إلهي بنكبرينا إنا قلنا قعمه نسقف سنينا والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.